وصفة وتالت فكرة لنهار اليوم راح نشوفوا نوغاتين بالسمسم والجوز، راح نديرو هاد الجاتو كيلي مينيون، كيس كيلي مينيون سكاتو، دونك واش راح نديرو؟ راح نديرو النوغاتين راح نوريكم كيش تاع السمسم، جيب بزاف من وراح نديرو هادك لفحص بالجوز الو الي بالجوز مي تقدر تكون شي واحد آخر، أوكي؟ دونك هنا واش عندنا؟ عندنا بعوني مليحة وش عدنا يا جماعة الخير وش عدنا يا جماعة الخير عندي المقادير هم سجلة عندي هنا يا جلوكوز داكو. رح نحطه في الكاسرونة جلوكوز راح نضيف له ملعقتين مية راح نضيف له سكر أوكي راح نضيف له سكر نديرو له دو سيرو جلوكوز تمام، قلنا زوج مغارف ما، واحد اثنين ونحطه فوق النار. وراء. الآن نبغى سيرو هاد السيرو نسنوه حتى يغلي اي دي غروس بول وبعد بعد دي بتيت بول كي يديروا هذوك لي بتيت بول نبولات صغار آه نعرفو بلي راه وجدنا راح نضيفوا له اون بتيت كويير تاع المارغارين و فوق النار وبعد بعد نقلوه ونحطوا له السمسم كذلك كميه هذا السمسم راه منقي ومحمص نخلي السيرو تاعي على جنب وجي نحكي لكم على الحشوه الحشوه واش فيها عندي هنا سكر راح ندير به سيرو الو عندي كميه تاع السكر une mesure de sirop نحطوا لها نصف الكميه نتاع ما دوك هنا نحطوا لها نصف كميه نتاع الماء ونديروا ان سيرو بلوتو ايبي ان سيرو اللي يكون ثقيل